por el recibimiento de la gente. أنا سعيد جدا بهذا الاستقبال الجماهيري الرائع، وسأعمل بكل جد واجتهاد لإسعادهم في قادم الأيام. سمعت عن جمهور النصر الكبير في السعودية، ولكن فاجأوني باستقبالهم الاستثنائي. وجود مدرب السابق دا سيلفا سيساعدني كثيرا في التأقلم السريع مع الفريق، وكل ثقة بتقديم ما يرضي طموح الجماهير والجهاز الفني بقيادة دا سيلفا.